بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن أحبهم وصافاهم وتمسك بسنتهم وسار على محجتهم إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنوان كلمة الليلة: الجهل بالغد إعجاز. والإعجاز هنا قدرة خاصة بالله تعالى يعجز بها كل ما سواه إعجازا كليا أو جزئيا حسب علمه ومشيئته عز وجل. يقال أعجزته وعجزته، أي جعلته عاجزا. ومنه المعجزة التي يحدثها الله عز وجل لتأييد الرسل والأنبياء، ولا يستطيع إحداث المعجزة إلا الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: واعلموا أنكم غير معجزي الله. واعلموا أنكم غير معجزي الله. وقال تعالى: وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء. والإعجاز قسمان: إعجاز دائم وإعجاز مؤقت. والجهل بالغد إعجاز دائم. قال تعالى: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: من حدثك أنه يعلم ما في غد فقد كذب. ثم قرأت: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. وفي الجهل بالغد قال زهير الشاعر زهير بن أبي سلمى، قال: وأعلم علم اليوم والأمس قبله، ولكني عن علمي ما في غد عمي. ولنا وقفة مع هذا البيت تجلي بعض زواياه. إن علم الشاعر بيومه وأمسه ليس علما تاما محيطا، ولكنه علم نسبي فقط، وكذلك علم كافة الخلق. قال تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. والعلم النسبي للشاعر والخلق ليس كله علما يقينيا لا يحتمل لبسا ولا خطأ ولا ظنا ولا شكا ولا وهما. ولما كان المراد بالغد هو ما بعد اليوم الذي نحن فيه، فهذا يعني أن الشاعر وغيره من الخلق لا يعلمون نسبيا إلا بعض ما مضى من يومهم وأمسهم، ولا يعلمون عن بقية يومهم إلى دخول غدهم شيئا إلا تنبؤات بناء على قرائن وتقديرات تحتمل وتحتمل. وهذا يعني أن مضمون بيت الشاعر نسبي فقط، سواء في صدره أو في عجزه. فظهر واضحا أن العجز الأكبر الدائم للبشر كافة هو جهلهم بالغد مطلقا، وبالماضي والحاضر نسبيا. لذلك ترى الأفراد والجماعات والحكومات والدول الصغرى والعظمى حينما تدون تصوراتها عن مستقبلها
كثيرا ما تضطر إلى المحو والتشطيب. وعندما تخطط وترسم لغدها تكره على التبديل والتغيير، وكم تبرم وتظن أنها تحكم لكنها تلجأ للفسخ والنقض بسبب مفاجآت الغد. وكم تكررت تصاميم المستقبل الثلاثية والرباعية والخماسية إلى آخره، ثم جاء الغد مخالفا لتلك التصاميم بما لم يخطر على بال المصممين. وهنا قد يغلب اليأس والقنط ويهيمن التشاؤم والانزواء والاكتئاب على الذين لا يؤمنون بالغيب. وقد ينتحر بعضهم، لكن المؤمن بالغيب يعلم يقينا عن الماضي والحاضر والمستقبل ما أخبره الله ورسوله به في الكتاب والسنة علما يقينيا، كما يعلم من المعارف البشرية التي يحصلها على مدى التاريخ مثل غيره إن طلبها واجتهد في تحصيلها. ومفهوم الماضي في علم المؤمن أقدم من آدم عليه الصلاة والسلام، وعلم المؤمن بحاضره ومستقبله أوسع وأبعد من علم غير المؤمن، لأن المؤمن يعلم يقينا أن ما كان من حوادث وأشياء وما يكون وما سيكون كل ذلك جملة وتفصيلا هو في علم الله الأزلي مسطر في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الله السماوات والأرض، فلا جديد ولا حادث ولا طارئ في علم الله سبحانه. وما نحسبه نحن محدثا إنما هو إنجاز وتنفيذ لما أمر الله به عز وجل مما في كتابه المكنون، وحسب وقته ومكانه وصفاته. قال تعالى: كل يوم هو في شأن، أي كل وقت يأتي سبحانه بأحوال ويذهب بأحوال. وقال سبحانه: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. ومعنى محدث في هذه الآية أن نزول الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم حادث وطارئ، لكنه بالنسبة لعلم الله قديم أزلي قدم رب العزة سبحانه وتعالى. وإذا تدبرت حديث النطفة، حديث إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون 40 يوما علقة ثم الحديث إلى آخره، من تدبر هذا الحديث وما ورد فيه أضاء له المعنى، حيث جاء فيه: ثم يؤمر الملك بكتم رزقه وأجله وذكر أو أنثى وشقي أو سعيد. فالملك هنا لا علم له بالغيب، وإنما يؤمر
بكتب ما في اللوح المحفوظ من علم الله في حق ذلك الجنين المخلق. فكتابة الملك محدثة، والمكتوب هو من علم الله القديم. فالله عز وجل قد أحكم شأنه وأبرم أمره منذ الأزل، لأنه أحاط بكل شيء علما، فلا تبديل لكلماته، ولا تغيير في نظامه ومنهجه، ولا تفاوت في خلقه سبحانه. وما يمكن أن يثار من قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت، فقد قال العلماء إنه مما يحدثه الله عز وجل ويظهره متى شاء، وقد كتب ذلك المحو والإثبات في اللوح المحفوظ أزلا. قال تعالى إثر هذه الجملة وعنده أم الكتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، أي الذي لا يحدث فيه تبديل ولا تغيير، لا تبديل لكلمات الله. فعلم الغد وعلم الغيب يختص به خالق الزمان والمكان، خالق الملائكة، خالق الجن، خالق الإنس، خالق كل ما سواه سبحانه وتعالى. قل لا يعلم، قال تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. والذي يجب أن نتفقه فيه وأن نصرف فيه أعمارنا وأن نجتهد ونتحاور ونبحث وننفق فيه الأموال هو قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك، هذا الذي ينبغي أن نحرص عليه، وينبغي أن نتباحث ونتحاور ونكتب ونقرأ ونجادل، هذا الذي ينبغي أن تنفق فيه الأعمار والأموال. احرص على ما ينفعك، واستعن بالله، واستعن بالله، وهذا مماثل لقوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق. احرص على ما ينفعك، واستعن بالله، ولا تعجز، ولا تعجز. عدم اليأس وعدم القنوط وعدم الاضطراب، التوكل على الله والمنهج الصحيح والعلم الصحيح والبحث فيما يرضي الله والتوفيق من الله عز وجل. حرص على ما ينفعك، واستعن بالله، ولا تعجز. وإن أصابك شيء، إن أصابك ما لا يوافقك، إن أصابك ما يعرقل عملك، فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله. وفي عند بعض العلماء قدر الله، في رواية قدر الله بالإضافة، وعند البعض قدر الله، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. الحديث رواه الإمام مسلم في كتاب القدر باب في الأمر بالقوة وترك العجز. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.